على ضوء التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة للدول الشقيقة والصديقة المتضررة من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف العديد من الضحايا وأحدث دمارا كبيرا في البنية التحتية والمنشآت. وبناء على رغبة المواطنين والمقيمين الكرام في المساهمة في دعم المتضررين من الزلازل والتخفيف عنهم والمساهمة في الجهود الوطنية لمملكة البحرين في تنفيذ هذا التوجيه السامي، أعلن اسمه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن فتح باب التبرع والمساهمة للجميع في دعم الأشقاء ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا. تقدم سموه باسم آيات الشكر والتقدير والعرفان الى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على مبادرات جلالته الإنسانية المستمرة في مساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم، والتي تأتي ضمن مساعي مملكة البحرين في ترسيخ التضامن الدولي وانطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم، مشيدا سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومؤكدا سموه تشرف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. أضاف سموه بأنه بناء على هذا التوجيه فقد تم تعيين الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيسا تنفيذيا لهذه الحملة وتكليفه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل مساهمة المواطنين والمقيمين في هذه الحملة الوطنية.